السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت مدعوا لحضور جمعية عمومية لأحدى الجمعيات الخيرية الكبرى، وللأسف أنا من الناس اللي سريع الغضب، ودي آفة سيئة جدا حتى ولو كنت محق. وكتير جدا من أصدقائي وأحبابي قالوا لي أنت رأيك صح، لكن الطريقة اللي أنت بتعرضه بيها بتخليك تخسر المعركة. فأردت في هذا اللقاء، وهو لقاء مصيري لهذه الجمعية العمومية التي كانت تعقد لأول مرة، إن أنا لا أتحدث كثيرا وأستمع كثيرا. فكيف استعنت على هذه الجائحة الأخلاقية في ليلة انعقاد، أو الليلة التي قبل انعقاد الجمعية العمومية؟ حاولت إن أنا أستعيد على هذه الجائحة الأخلاقية بأشياء يعني مهمة وقد يراها الناس أنها بسيطة وصدقة. أول حاجة بالصلاة والسلام على رسول الله، ثاني حاجة بالاستغفار لله سبحانه وتعالى، ثالث حاجة بطلب التوفيق، رابع حاجة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ودخلت اجتماع الجمعية العمومية، وهذه الثلاثية أو الرباعية جعلتني لا أكون المبادر بسؤال الأسئلة والمبارز الأول في كل معركة. فالحمد لله مر الاجتماع على خير، واستطعت في هذا الاجتماع بفضل من الله سبحانه وتعالى أن أنا أضع أحلامي وآرائي ورؤايا أن تطرح على الجميع ويصوت عليها الجميع بشفافية وحيادية. الطرق الإدارة يا شباب مش كتب مقروءة، مش نظريات مكتوبة. في جزء تاني في الإدارة هو إدارة النفس وإدارة أغوار الضغائن والأحقاد التي توجد في النفس والتي يثرها الشيطان ليل نهار. فهو الذي يأتي من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا لكي نفسد الاجتماعات ولكي ندمر هذه المؤسسات. فاستعينوا على هذه اللقاءات بالحرفية والمهنية من جهة، لكن بالاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من جهة أخرى. ولذلك نجحت بفضل من الله سبحانه وتعالى. فأرجوكم أن تكونوا أكثر نجاحا مني، وأنا واثق أنكم ستكونون أكثر نجاحا مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.